التقينا بعد طول غياب. ها هو أمامي يقف مرتجفا، تعلو شفتيه ابتسامة يكسوها الخجل، الندم أو ربما الاشتياق. ناداني باسمي، أصبحت الأرض ترتجف من تحتي حين سمعت حروف اسمي من شفتي. فرحت، اشتقت، وقد أكون قد حنيت، لكن مرارة الفراق أعاداني لصوابي من جديد. كم أنا حمقى، أتراني نسيت؟ وكيف لا أنسى تحجر عقله وقسوة قلبه حين غادرني بدون تبرير أو حتى اعتذار. سألني كيف حالك؟ التفت إليه بابتسامة باهتة يملأها الاستغراب. لم يقوى لساني على النطق، حتى أذناي أبت الاستماع، وعقلي بدأ متوقفا عن التفكير. نظرت إليه ثانية وعاد يسألني كيف حالك، ولا حتى صدى يطفئ ظمأ الفؤاد. اقترب مني وأمسك بيدي. حبيبتي، هل تسمعينني؟ فككت أسر يدي من براثن كفيه وأنا أنتفض، ورحلت عن مرمى عينيه ورحيق عطره يسكنني لإكمال مشوار الرحيل وعذابه للمرة الثانية، مرددة: أنا لا أسمع، لا أفهم، أو حتى أتقن لغة الغرباء.